السلام عليكم. سلم عليهم. يلا ناوي تبغى تدخل غرفة صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس ما بقى نفس ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما حسبنا له حسيبة. الله يسعدكم يا رب على الدعم الجبار اللي قاعدين تسوونه. شيء ثاني، وفكرة مقطع اليوم طلعت كذا مع كمية مول ازعاج. لا والله اتصالاتكم والله عسل على قلبي، الله يسامحكم يا رب، عسل مرة الله يسعدكم يا رب. شكرا لكل شخص خذ رقمي من المقطع اللي فات واتصل، والله العظيم اني احبك. اكرهك شوي اكرهك الاتصالات. مقطع اليوم يا جماعة الخير بكل اريحية وتسليم، ولا دخل بس مشوها. فكرة مقطع اليوم اللي الناس اللي اتصلوا علي وخذوا رقمي راح اتصل عليهم، ولكن حط عليها 300,000 خط. راح ادخل بجوالي واتصل عليهم وراح اسولف معهم واشوف ردة فعلهم. بعدها اذا طلب كذا طلب انا اقدر اسويه راح اسويه، واذا ما اقدر اسويه بحاول اني اسويه باذن الله يعني. طيب عندنا اول شخص هنا كتب السلام عليكم، بلخ ما بدق عليه على طول بدق عليه على طول. اسمه محمد، مسمي اسمه محمد، نشوف محمد شو يبغى. حسه كبير هذا لانه شاكرينك على جهدك وكذا، كلامه حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد يقول اسمع ممكن ترد، يلا خلينا نشوف ايش عنده. المهم ما حد طلب مني طلب، انا بقلوبكم يا اخي، ما تطفروني صح، تعرفوني طفران. حتى الاتصال فخم يا ساتر. كنا يقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هلا فيك. هلا والله حياك الله. صراحه انا متابعينك ونحب متابعينك يعني. يا حبيب قلبي الله يرفع قدرك. شوف صراحه انا اعطيت حساباتك كل اخويا. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. الله يشوف صراحه اوكي، ولو فعل الجرس. يا وقسم بالله العظيم انك مفعل الجرس في قلبي، الله يسعدك. والله ثاني شوف بدي العب معك كذا. ودي تلعب معي فورت؟ يعني يلا تعال الحين، يلا تعال بلعب معك جيم واحد. ها والله عندي والله عندي خربان. المشكله اني قاعد اسجل مقطع الحين وانا اتصل عليكم، وان طلبت انك تلعب فورت يعني الحين تسجل فيديو يعني. ايه قاعد اسجل فيديو انا، عادي انزله. ليت خربان ومتهم ما فريت العب معك. خلاص باذن الله. ابشر ابشر. يلا يلا السلام. الحمد لله هذا طلبه بسيط، الحمد لله والله طلبه بسيط، كيوت طلبه كيوت. يلا بسم الله نشوف الناس الثانيه. واحد كاتب في وار، خلينا نشوف. حاط كرسي يعني نتصل عليه. واحد كاتب في وار، انت بوت ولا واتس؟ خلينا نتصل عليه. الخمه قول انت ما تستحي تقول عني بوت، مو عيب عليك. هو يقصد الواتس اللي قاعد يرسل عليه ثواني. بالخم ايه بالخم. السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام. ارحب يا شيخ، ايش حالك؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ طيب الحمد لله خير. الحمد لله. ارسلت لي على الواتس انت صح؟ ايه. عامر ايش كنت بغيت؟ كنت في وار. اي انا في وار يب. الشيخ اسمعني. الو. اعطاني بلوك في الواتس. الو. السلام عليكم، اهلا وسهلا، تفضل. هلا في وار. هلا بالشيخ. هلا. انا ابي ادخل كلان اصفر، ماني بعرف كيف. يا حبيبي انت الله يسعدك، شو اسمك اول شيء؟ فهد. نعم والله يا فهد. فهد انا ماني في الكلان فهد. أجل أنت كلام وشو؟ أنا ما عندي كلام، بدون كلام أنا. أنا قد شفت لك صورة وأنت لابس كلام أصفر. أوه زمان. إيه لا لا أنا طلعت من الكلام. يلا تبي شيء ثاني؟ لا سلامتك. الله يسعدك يا رب. الله في وارتك فرد. هذا عاد بالخمة، هذا باللخم. اللي يسأل بخصوص الكلان يا جماعة خير، أنا طالع من الكلان ترى لي 3 أسابيع أو شهر. ظروف مو ظروف، أسباب ما في أسباب. خلاص انتهى عقدي وكل شيء وطلعت من الكلان، وطبعا يبقون أخوياي وحبايبي وأزورهم كل فترة وفترة. في واحد كاتب أسامة، أنا أبغى أقول لك حاجة، خلنا ندق عليه نشوف حاجته. الله لا يحوجكم لحد ما خلقه. قول امين. الو الو كل الو اللي عندي قلتها، ما عاد في خيار ثالث. الو صديقي ايش فيك؟ يلا رد بسرعه، رد عادي، لا تخاف، رد والله لا تخاف، لا تستحي، رد تكلم. الو. الو السلام عليكم. سلام. هلا بالشيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. علومك بخير الحمد لله. وينك ما عاد تجينا ولا تسير؟ وين؟ عندنا البيت. ايش ما عاد جيتنا، ما عاد كلمتنا، ما عاد جيت تسلم علينا. ما عاد جيت تسلم علينا ليه؟ السلام عليكم. اوكي غلطان انا، اجل غلطان اسف. انت مو محمد؟ لا 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 كيف تابعينك. انا منو؟ تابعينك. يا حبيبي اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. علومك طيب؟ الحمد لله. شو اسمك؟ اياد. تبغى مني شيء؟ سلامتك. ترى قاعد اسجل مقطع عادي. عادي خذ راحتك. يلا مع السلامة. حد طلب مني شيء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك يا فيوار؟ بخير والله. علومك؟ والله طيبة. بشرنا عنك بخير. بصراحة
والسلام. انت تتابع ارطغرل صح؟ يب. بالله ايش رايك في المسلسل القوي هذا؟ والله جبار. والله صدق مره مره كويس. اسمع ايش اسمك؟ اسمي فيصل. ونعم فيصل. فيصل تبي مني شيء؟ لا والله سلامتك. واحد حاط صورتي عرض. شوفوا حاط صورتي عرض. بتصل عليه. الله خليني اتصل عليه ثواني. لا عنده لا بحط طلب شيء يا لبي. شكلها سلسله شكلها. السلام عليكم. عليكم. الو. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ طيب؟ الحمد لله. الحمد لله. انت راسل لي شيء على الواتس صح؟ ايوه بس قلت لك كم وصلت بس. كم وصلت؟ كيف حالك بخير؟ الحمد لله. واضح انك مشغول صح؟ لا والله كنت في النادي طلعت. في النادي؟ ايوه لا خلاص طلعت. طلعت كيف حالك؟ تبي شيء مني يا شيخ؟ لا لا يعطيك العافية. الله يعافيك. مع السلامة. يلا سلام. يوم واحد يقول ايوه 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 انعش. يلا يعطيك العافية. يعافيك يا حبيبي. يلا نشوف الشخص اللي بعده. اتمنى حد يطلب طلب والله تعبت. اعطاني مشغول. واحد كتب لي ممكن ترد خلنا اتصل عليه. اوكي بسم الله عاد خلاص اطلبوا تكفون اطلبوا اطلبوا اي شيء. نشوف اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله حياك. الله يحييك. كيف حالك طيب؟ الحمد لله بخير. شو اسمك؟ ركان. ونعم والله يا ركان. ركان انت ارسلت لي في الواتس صح؟ ايه كنت تبي مني شيء ركان؟ ايه بس هند تضيفني انستغرام. تضيفك انستغرام؟ ايه. ايش تنزل انت في الانستغرام؟ والله ما انزل شيء بس بصير انزل مونتاج صورت وزي كذا. وش حسابك انستغرام؟ واحد خمسة. واحد خمسة؟ نقطة خمسة ستة. نقطة خمسة ستة تسعة. صورتك بيضاء؟ ايه. بس انت ما تتابعني انستغرام يا ركان ليه؟ ألا. ليه ما تتابعني انستغرام؟ ليه ما تتابعني في انستغرام؟ حسابي جديد من زمان متبند. اوكي شفت تابعتك انا ولا باقي؟ دقيق. اوكي وين رحت؟ ركان؟ ايوه يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. تبي شيء؟ اسجل مقطع. اي قاعد اسجل مقطع. لايك شير سبسكرايب وجرب التنبيهات بس. يا حبيبي ركان يلا بالتوفيق. يلا مع السلامه. مع السلامه. يلا تابعنا يبا يبا يشوف اللي بعده. صدقوا ما حط طلب للحين طلبات. هذا ولد ارسل لي مقطع هو في مكه يدعي لي امس في الواتس قاعد اشوفه من جده. اتصل عليه الحين يا رب يرد. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اخبارك طيب؟ وينك فيه؟ مكة والله. ها؟ مكة. في مكة. انت في مكة نفسها عند الحرم؟ عند الحرم ايه. تكفى ادعي لي تكفى. والله قاعد ادعي لك والله. امس شفت مقطعك انت راسل لي وانت في الحرم. ايه. الله يسعد الوجه قل امين. امين. وش اسمك؟ محمد. والله ونعم يا محمد. ما عندك زوج والله. تبي شيء محمد؟ لا انت يا حبيبي يلا الله يحميك. اسمع محمد والله اني احبك تمام؟ والله انا اوكي. يا حبيبي انا قاعد اسجل مقطع اوكي؟ يلا بالتوفيق. مع السلامة. الله يسعده يا اخي امس راسل لي مقطع وهو قاعد يدعي لي في مكه، قسم بالله العظيم انه تعبني المقطع ذا بشكل مره كبير، خلينا نشوف هذا الشخص، اخر شخص، اخر متصل معنا راح يكون هذا المتصل، ان شاء الله انه ما يكون يعني يطلب طلبات كثيره كذا. السلام عليكم. هلا. هلا والله كيف الحال؟ هلا بك. اخبارك طيب؟ الحمد لله بخير. علومك بخير؟ الحمد لله دامك بخير. الحمد لله، انت ارسلت لي على الواتس صح؟ هلا؟ ارسلت لي على الواتس صح؟ ايه. ايه شو اسمك؟ عبد الرحمن الفايز. ونعم والله يا عبد الرحمن. ما عليك شلونك؟ عبد الرحمن وش المقاطع اللي عجبتك في قناتي؟ القصص اللي تسويها. وغير القصص؟ هذولي اللي شفتهم هذي. وش مازال مطفرين؟ مازال مطفرين؟ ايه. ولعبي وش رايك في لعبي كويس ولا سيء؟ والله انا ما بحق جيمنج انا. اوكي كيف حالك بخير؟ الحمد لله. تبي شيء مني؟ ابد سلامتك والله. قاعد اسجل مقطع تمام؟ ابشر من عيوني. قاعد اسجل مقطع عادي انزلك؟ ايه نزل. يلا بالتوفيق. لايك واشتراك وفعل الجرس. يلا يا وحش. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. اخبارك طيب؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. من معي؟ والله معك زبون من اول تعارض قناه عرض بي سي للبيع. ايوه. ايوه اللي هو ما ادري هو بي سي جيمنج اتوقع انك عارض حراج. ايوه. ايوه من زمان ما اكلمك انا. ايه بس؟ يعني ما جيتني من مكان ثاني؟ لا. متأكد؟ متأكد. اعترف اقول والله تأكد. خلاص يعني اقفل صح ما تبي شيء. والله سلامتك. يلا اسمع. هلا. عايد انزل مقطع ذا في اليوتيوب صح؟ عادي. يلا. استحى والله استحى يا عيال. عارف لانه من اليوم يرسل فدخلت عليه. يلا خلينا نشوف الثاني. هذا واحد قال لي ابشر بعد ما ارسل سويت جروب بس تدرون سويت جروب بيني وبينه بنسوي طلعات واللي يبغى يطلع معنا يعلمنا. يلا شوف الشخص الثاني الاول ما يبغى شيء. خلينا نشوف هذا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الحمد لله. علومك طيب؟ الحمد لله طيبين. الحمد لله. أنت أرسلت لي على الواتس صح؟ أيوة. إيش كان موضوعنا؟ اسمعني. ألو. ألو تسمعني؟ أيوة أسمعك أسمعك. إيش كان موضوعنا؟ إيش كنا نسولف فيه؟ أنت تقول خلوا هذا يشتركون عشان 100,000. الله على 100,000. أوكي إيش اسمك؟ عبد الله. ما تبغى شيء عبد الله؟ خلاص أقفل. طيب تكلم. الله يعافيك يا قلبي. الله يسعدك يا عبد الله. سعادة ما بعدها سعادة. قل آمين. امين وياك يا رب. يا حبيبي انت اسمع عادي انزل، ترى قاعد تسجل مقطع، عادي انزله براحتك. يلا عبد الله بالتوفيق. الحمد لله الحمد لله محط طلب. والله انهم يستحون. يا الله كيوت، ودي اخذهم كلهم 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 واجمعهم واحطهم في خلاط. طيب يا جماعة الخير، لهنا وصلنا نهاية حلقة اليوم. الوقت داهمنا وما في وقت حرفيا، لنا ما يقارب 40 دقيقة قاعدين نسجل مكالمات. إن شاء الله هذه السلسلة مستمرة. قاعد أتكلم بسرعة صح؟ هذه السلسلة مستمرة، واللي حاب يشارك الرقم موجود تحت الديسكريبشن، ارسل بس نقطة راح على طول تسجل من ضمن اللستة اللي راح نتصل عليهم كل أسبوع أسبوعين، وتختلف التحديات. اسم السلسلة هذه بخليكم أنتوا اللي تكتبونها. سلسلة اتصال شرطة تحت وشو؟ اتصال متابع متابع. المهم دوروا لي اسم للسلسلة. إذا وصلت نهاية المقطع تضغط اللايك وتشترك بالقناة، واشوفك بأمان الله. السلام عليكم.